بعد ذاك يا اخواننا حصلت حاجه عجيبه جدا. لما لقوا ان ابو طالب ده مصر على حمايه النبي صلى الله عليه وسلم وبذل في ذلك ما بذل، ونادى اولاده وحشد اهله ولم يتخلف من بني المطلب الا ابو لهب بس، ده اللي تخلف. اما بنو المطلب كلهم مسلم وكافر وقفوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. طيب قال ولما اجتمعوا مؤمنهم وكافرهم على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش فاجمعوا امرهم على ان لا يجالسوهم. قريش عملت اجتماع، الاجتماع ده ضم بطون قريش كلها، وطبعا ما من بطن من بطون قريش الا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها قرابه، كلهم عنده قرابه معاهم. فقاموا اجتمعوا كلهم واتفقوا على ان لا يجالسوا بني هاشم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، اما القتل للنبي صلى الله عليه وسلم او الحصار. فحاصروهم كويس، واتفقوا الا يقبلوا من بني هاشم صلحا ابدا ولا تاخذهم بهم رافه حتى يسلموه للقتل، وكتبوا في ذلك وثيقه علقوها في جوف الكعبه جوا، قيل الذي كتبها هو منصور ابن عكرمه، وقيل الذي كتبها هو النضر ابن الحارث، وعلى اي واحده من الروايتين قالوا من كتبها شلت يمينه، اتشل بعد فتره بسيطه جدا. كتبوا الوثيقه وعلقوها في جوف الكعبه، وطبعا عندهم المعلقات، عشان كده بيسموها المعلقات، القصائد المشهوره بتاعتهم دي قصائد معظمه، قصيده الزهير بن ابي سلمى وبتاعت عنتره وغيرها، معلقاتهم على الكعبه دي معظمه جدا عندهم. فالوثيقه دي علقوها في بطن الكعبه جوا وتعاهدوا عليها. طيب وانحاز بنو هاشم الى شعب ابي طالب، الشعب ده هو الممر في الجبل، طريق والفجوه في الجبل، فمنطقه زي وادي اسمه شعب ابي طالب بس بيبقوا قاعدين فيها ما بيطلعوا ولا بيتاجروا، ولو جزول من برا قريش بتجاره ناس قريش بيشتروها منه عشان ناس بنو هاشم ما يشتروها. حتى ذكروا من شدة الحصار انه حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان الوقت ذاك مشرك، لكن حن على عمته قاعده جوا خديجه، هما حكيم بن حزام بن اسد، حكيم بن حزام ابن نوفل، وديك خديجة بنت خويلد ابن نوفل عمته طوالة، فحن لها فأخذ طعاما وأرسله مع أحد الغلمان، رسله قال له أمشي دخله جوا لخديجة، فرآه أبو جهل. أبو جهل قال له لأفضحنك في مكة كلها، افضحك انك انت بتقيف مع بني المطلب وبني هاشم. قال لهم انما هو طعام ارسله الى عمتي. فمر بهم رجل وهو قيل العاص بن وائل، وقيل هو زمعة ابن الاسود، وقيل هو أبو البختري ابن هشام، وده الصحيح أبو البختري ابن هشام، وده برضه من بني أسد.
وده عنده مواقف كويسة يا أخواننا. الرجل ده عنده مواقف كويسة رغم أنه ما أسلم. هنجي لمواقفه دي قدام. أبو البختوري لما لقى أبو جهل قال له مالك؟ إنما هو طعام أرسله إلى عمته، أنت بتمنعه ليه؟ فتشاجرا حتى نال كل واحد من الآخر، وفي النهاية حكيم بن حزام قدر يدخل الأكل لعمته، فوصلوا حال صعب جدا. قال حتى كان يسمع أصوات نسائهم يتضاغون. يتضاغون ده صوت الإنسان الجاية. من وراء الشعب من الجوع. واشتدوا على من أسلم ممن لم يدخل الشعب فأوثقوهم وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدل مكانه عشان يحميه ما يصيبه أي أذى. طيب الحصار ده لما اشتد عليهم حصل موقف عظيم. أبو طالب بقى يعني بناشد في قومه وبيستعطف فيهم، وكتب قصيدته، قصيدة طويلة النونية أو اللامية، عنده قصيدة البائية وعنده قصيدة اللامية ومجموعة من القصائد. هذه القصيدة بالذات نالت شهرة عظيمة، وكتب فيها كلاما قل أن يكتب مثله، حتى قال عنها الإمام ابن كثير قال هي أفحل من المعلقات السبع ولا يمكن أن تصدر إلا ممن نسبت إليه. قصيدة طويلة جدا توسل فيها بحرمات مكة وذكرهم بمعظماتهم واستمال فيها بني عمومته وذم فيها رجالا من قريش من سادات قريش